السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين بم سنتري هيومن بتلاقي هنا مساحة العمل، بيقدر يعرض لك دور دور، تقدر من هنا تختار الدور اللي انت عايزه، تقدر تضيف دور تاني لو حابب. وهتيجي هنا ده الموديل اللي موجود، تقدر تضيف اي موديل انت عايزه بالابعاد اللي انت عايزها. اقول له مثلا هنا انا عايز حوض، واقول له اوكي بالشكل دوت مثلا اهوت، وابدا احط الحوض مثلا هنا. وعندك هنا الادوات اللي تخليك تعمل روتيت، تخليك تعمل موف زي ما انت عايز، الشاور الباثروم بس التواليت وهكذا. تقدر تشوف الشغل دوت في 3D لو حابب. تقدر تحدد الزاوية أول ما تنزله في قلب المشروع بتاعك.